حديث طوبى لمن مات في النأنأة. هذا الحديث أخرجه أبو نعيم في الحلية والدارقطني في العلل، وهذا ليس من قوله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هو من قول أبي بكر رضي الله عنه. ولذا قال الدارقطني في كتابه العلل قال: حدث به إسماعيل ابن أبي خالد عن طارق بن شهاب عن أبي بكر رضي الله عنه قال: كذلك رواه الحفاظ عن إسماعيل بن أبي خالد. فهذا قول أبي بكر رضي الله عنه، ولذلك فسره طارق ابن شهاب كما في الزهد والرقائق لابن المبارك، قال: أراه أنه قصد جدة الإسلام أو قال بداية الإسلام. والنأنأة معناها الضعف، وهذا القول من أبي بكر رضي الله عنه يبين فضيلة من مات في النأنأة. متى؟ يحتمل أنه أراد بذلك أول الإسلام، لما لم تقوى البدع ولم تكثر في أول الإسلام ولم يقوى الخلاف والاختلاف، وقد أشار إلى هذا المعنى بعض العلماء. وإنما كان أول الإسلام ضعيفا باعتبار قلة أهله، ولأن الناس هادئون لم تهج بينهم الفتن ولم تتشتت كلمتهم، ويحتمل أنه في آخر الزمن لما يضعف الإسلام وتكثر الفتن والبدع هنا يكون الموت له فضيلته ومزيته، وكلا المعنيين حق. فطوبى لمن مات في النأنأة، سواء قبل أن تظهر الفتن في أول الإسلام أو في آخر الزمن لما تكثر الفتن وتكثر البدع وتكثر الفتن التي تصرف الإنسان عن دينه. ويدل لصحة هذين القولين وهذين المعنيين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وهؤلاء الغرباء فسرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في المسند، كما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم: طوبى للغرباء، أناس صالحون في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وجاء عند ابن ماجه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: النزاع من القبائل. وهذا الحديث إن سلم من تدليس أبي إسحاق السبيعي فهو حديث ثابت. وفسر البيهقي النزاع من أنه الغريب الذي نزع من أهله وعشيرته فذهب فارا بدينه من الفتن، فكانوا غرباء. وطوبى لهم لأنهم هجروا أوطانهم في الله عز وجل، وهذا حينما تعظم الفتن وتشتد. وجاء في حديث عند الترمذي: إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا، فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس بعدي من سنتي. هذا فيه كثير بن عبد الله، معظم الأئمة يضعفونه، ولذلك انتقد الترمذي لما قال هو حسن صحيح. وعلى كل حال، فالذي يصلح ما أفسد الناس من حيث المعنى داخل في الغربة المذكورة في الحديث السابق: ناس صالحون قليل في ناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وأما ما جاء من حديث عند أبي نعيم في الحلية: أحب شيء إلى الله تعالى الغرباء الفرارون بدينهم يبعثهم الله يوم القيامة مع عيسى بن مريم، فهو حديث ضعيف. وكذلك لا يصح هذا الحديث، بل إنه كما حكم علي الألباني بأنه موضوع عند الديلمي. الغرباء في الدنيا أربعة: قرآن في جوف ظالم، ومسجد في نادي قوم لا يصلى فيه، ومصحف في بيت لا يقرأ فيه، ورجل صالح مع قوم سوء. فهذا لا يصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم. فخلاصة القول أن قول طوبى لمن مات في النأنأة يصدق على أول الإسلام لما كانت الفتن قليلة والاختلاف قليل، ويصدق على آخر الزمن كما سبق. ومما يؤكد أنه يصدق على آخر الزمن أن من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في المسند وسنة الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. وهنا تنبيه ذكره السيوطي رحمه الله في جامع الأحاديث من أن أبا بكر الصديق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: طوبى لمن مات في النأنأة. قيل: ومن نأنأ؟ قال: حدة الإسلام وبدؤها. هذا ذكره
السيوطي في جامع الأحاديث وقال قال الديلمي في مسند الفردوس رواه ابن ماجه حدثنا ثم ذكر السند قال السيوطي وليس هو في النسخ الموجودة الآن من سنن ابن ماجه ولا ذكره أصحاب الأطراف فلعله في بعض الروايات التي لم تصل هذه البلاد أو في غير السنن من تصانيف ابن ماجه كالتفسير وغيره فدل هذا على أنه ليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ليس في سنن ابن ماجه وإنما هو من قول أبي بكر رضي الله عنه أسأل الله عز وجل أن يميتنا وإياكم على الإسلام والسنة ونعوذ به عز وجل من الفتن ما ظهر منها وما بطن ونسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين وأن يجعلنا صالحين مصلحين إنه ولي ذلك والقادر عليه ونسأل الله الثبات على الحق حتى نلقاه.